اجيش اجيب 8 عيال 10 عيال واقول انا مش قادر اوكلهم فرموه في الشارع. النهارده انا سبت عندي 80 سنه وبترعس امشي في الشارع لانه اللي قدامي ده ممكن معلش سامحوني يكون لا ينتمي للجنس البشري يعني. يعني فانا بتمنى ان اللي كله بيشوف القانون ده يعني يشوفوا القانون من كل جوانبه. يعني نشوف بقى مع مجلس الشعب انه يشوف ده يعني ما يجيش على اساس ياخدوا قرار والناس تسقف وتقول برافو وحاجات زي كده. لا احنا عايزين يكون التصفيق عن جداره وعن استحقاق حقيقي. يعني اما الام تقعد تلف في المحكمه سنتين وهي مش عارفه تاكل ابنها ولا تشربه ولا تراعيه لان هي مش شغاله وما عندهاش مصدر رزق، وكمان بقول لها روحي المحكمه لفي عشان تقدري تاخدي نفقه، وبعد كل ده ما تقدرش تنفذ النفقه وسيادته يتجوز ويعيش يغير عنوانه ويسافر ويروح ويجي ويعمل كل حاجه في حياته ورامي هذا الطفل، وبعدين يجي يقول لي ده انا عايز انزل سن الحضانه من 15 سنه. لا معلش انا عايزه اطلع سن الحضانه ل 18 سنه. اول امبارح اللي هو يوم الثلاثاء في حكم قضائي بالسجن المؤبد على اب هتك عرض بنته. فما يجي لنا ام تقول لك ازاي القانون ده هيتطبق ووافق ان بنتي تروح تبات ليلتين مع الراجل اللي انا اتطلقت منه علشان بيلمس جسمها وهي نايمه. عندنا المادة الثانية من الدستور بتنص على ان الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. أما يطلع الأثر الشريف وتطلع مادة على البحوث الإسلامية ودار الإفتاء يقول لنا إن لا تجوز الاستضافة شرعا إلا بموافقة الحاضر والمحضور، يبقى قانون الاستضافة اللي يطلع قانون غير دستوري. ما ينفعش يتنفذ، وفي حالة صدوره هيتطعن عليه بعدم الدستورية وهيتلغي إن شاء الله.